السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة بيلا رانيا. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم شنيك بطريقة سهلة جدا وبمقادير بساط. بقاو معايا وغندوزو المقادير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج كأس ونصف ديال عصير البرتقال، نصف كأس ديال سكر سنيدة، نصف كأس ديال زيت نباتية، نصف كأس ديال الحليب، نصف كأس ديال الزبدة دايبة، معلقة ديال الزهر. وغادي نحتاج 7 غرام ديال خميرة حبيبات، وغادي نحتاج كذلك 1 فاني، وغادي نحتاج كذلك بيضة كاملة، والدقيق غادي نحتاجه حسب الخليط. غنبداو على بركة الله. غادي نوضع البيضة ديالتي ونضيف عليها خميرة حبيبات وكذلك فاني. غادي نضيف عليهم السكر وكاس ونصف ديال برتقال عصير، يعني بقياس ديال كاس العنبة. نضيف عليهم الزيت والحليب وكذلك الزبدة، كيف ما قلت لكم الزبدة تكون دايبة صافي. وغادي نوضع معلقة كبيرة ديال الزهر، صافي. غادي نخلط هاد السوائل مزيان حتى ينسجموا عندي، وغادي نرجع. صافي، من بعد ما خلطت هذيك السوائل مزيان غادي نبدا نضيف الدقيق بكميه بكميه وانا كنخلط. نحصل على واحد العجين تكون لينه صافي. غادي نستعمل اليد ديالي، خاصها تكون عجين رطبه. يعني غير نجمعها بهذه الطريقه هذه، صافي. دابا غادي نخليها ترتاح واحد مدة ساعتين حتى 3 سوايع، يعني قد ما ارتاحت قد ما مزيان. غادي نخليها ترتاح وغادي نرجع معكم باش نوريكم الطريقة كيفاش غادي نصيب هاد الشنيك. صافي، بعد ما خمرت عندي العجينة او ارتاحت عندي، غادي ناخد سطح العمل وغنرش عليه الدقيق صافي. وغادي نطلق العجينة ديالتي كما كتبان لكم، راها يعني ارتاحت وخبرات. نطلقها بالمدلك ونضيف القليل من الدقيق باش تسهل عليا نطلقها صافي. غادي نستمر نطلق العجين. غادي ناخذ الزبده وغادي ندهن العجينه ديالتي كامله. نوزعها في جميع المناطق بعد ما دهنتها. غادي نلوي العجينه ديالتي بحال غادي ندير مسمنه بحال هكا على 4. بهذا الشكل، هذا شكل مربع. غنخليها ترتاح لحد 5 دقائق وغادي نرجع. بعد مرور 5 دقائق غادي نعاود نطلق العجينة ديالتي. دائما إضافة القليل من الدقيق
وغادي نحاول نطلقها مقاده. ديما نحافظ على داك الشكل الرباعي. صافي، يعني بهاد السمك هذا غادي ناخد الكوفيتير، انا استعملت كوفيتير ديال المشماش، وغادي ندهن الواجهة كاملة كمية مناسبة ديال كوفيتير. ودابا غادي ناخد الزبيب وغادي نوزعه بهذه الطريقة هذه. صافي، وتاع الكميه اللي بغيت ديال الزبيب، غادي ناخذ العجينه ديالتي وغادي ندلويها بهذا الشكل هذا حتى نحصل على عجينه تكون ملويه. صافي، بعد ما لويتها غادي ناخذ موس او سكين وغادي نقطع شرائح ديالي بهذا العبار هذا. بهذا الشكل هذا صافي، كنحطها او نوضعها في اللاطه اللي غطيت فيها، كنكون ديجا واضع عليها ورق الطهي. نفس الطريقة غادي نقطع شرائح بنفس العبار. ونحاول نحطهم يكونوا مبعدين على بعضياتهم. غادي نكمل التقطاع ديال العجينة ديالتي وغادي نرجع معاكم. صافي، بعد ما كملت التقطاع ديال العجينه ديالتي وحطيتها في اللاطه اللي غطيت فيها، كناخذ الزبيب وكنعاود نزين بها الواجهه ديال الشنيك بهذا الشكل هذا. باش يجي داك المنظر ملي كطيب كيبان لك الزبيب يعني حاضر في الشنيك. وغادي ناخد داك شنيك وغادي نبسطو بايديا بهذه الطريقه هذه. صافي، ديما كيكون مبعد على بعضياته حيت مازال غادي يخمر ومازال غادي يفيض. نفس الطريقه غادي نكمل بقيه ديال الشنيك ونبسطهم كذلك بايديا وغنرجع معاكم. صافي، بعد ما كملتهم
وبسطتهم، غادي نكون مشعل الفران على درجة حرارة 180، غادي يستغرقوا تقريبا 30 حتى 35 دقيقة على حسب النوع ديال الفرن اللي عندكم. غادي ندخلهم يطيبوا وغنرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم. بعد ما طابو عندي الشناك كيجيو بهذا المنظر، هذا الشكل النهائي ديالهم، هو هذا كيجيو مفشين وكذلك مرقين. وما نقولش لكم على المذاق ديال نكهه الليمون وكذلك الزهر. نتمنى هذا الفيديو اللي قدمت معكم اليوم يعجبكم وتجربوه. ما تنساوش الاشتراك بالقناه والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.